من إطارات السيارات، من علب المشروبات الغازية، من القناني المختلفة، رح نبني بيت. هدفنا من بناء هذا البيت هو ترسيخ مبدأ الريسايكل. هذا البيت مواصفاته مهمة جدا. مش رح أدفع فاتورة كهرباء، رح أستخدم الطاقة الشمسية. مش رح أدفع فاتورة المي على الأقل لمدة 5 شهور. بيتنا رح يكون شكله جميل جدا. رح نحكي عن كل قضايا البيئة بدون استثناء. هدفنا بيت جميل، أخضر، مريح للسكن، الكل يرغب فيه. البيت بحقق 4 أهداف. الهدف الأول استخدام الطاقة الشمسية. الهدف الثاني الزراعة العضوية في المنزل وخارج المنزل، توفير المي، جمع المي، حصاد المي من المطر وإعادة استخدامه 4 مرات. البيت رح يكون زيرو كربون. أنا هشام غيث، رح أكون معكم في برنامج ريسايكل على قناة نور ميديا.